بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ساده المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد كانت الحلقات الثلاث الماضيه حلقات تاسيسيه لموضوع وسطيه الاسلام وما تقتضيه من مسؤوليه هذه الامه من القيام بواجب حراسه الحضاره الانسانيه وحمايتها في تطورها من الانحراف عن الصراط المستقيم ومن تحول التطور الحديث رغم الثراء المادي والتقني الى مصدر شقاء واغتراب وتيه يصبح فيه الحليم حيران لا يدري ما الصواب ولا الخطا ولا ماذا ياخذ وماذا يدع وقد تبين لنا في الحلقات الماضيه ان ابرز خصائص الاسلام هي الوسطيه والتوسط في كل احكامه وتشريعاته حتى ما كان منها متعلقا بالعقائد والعبادات واليوم وفي الحلقات القادمه ان شاء الله نتعرف على اهم مظاهر هذه الوسطيه وتجلياتها في تشريعاته العمليه وتكاليفه الحياتيه اليوميه ونقول بصوره عامه ان مظاهر الوسطيه لا يستطيع باحث ان ينكرها على هذا الدين الحنيف فعقيده الاسلام وسط بين الالحاد وانكار الالوهيه من جانب وبين الشرك وتعدد الالهه من جانب اخر والعباده في الاسلام وسط بين الاديان التي تكتفي في اداء عبادتها بمجرد التامل الشعوري الروحاني بعيدا عن الجانب العملي التطبيقي وبين الاديان التي تدعو الى الرهبنه والانقطاع للعباده والانسحاب من الحياه ووحده الاسلام الذي يشجع المسلم على ذكر الله واستحضاره وهو في قلب الحركه واتون الصراع مع الحياه كما ان المسلم يتعبد لله وهو يمشي في مناكب الارض ليعمرها وياكل من رزقها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور والمسلم يتمتع بالاكل والشرب دون اسراف او تبذير وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين والمسلم يتزين بزينه الحياه الدنيا ولكن في غير عجب ولا تكبر ولا اختيال وهو مكلف بعبادات سهلة التطبيق يومية أو سنوية أو لمرة واحدة في العمر ليبقى دائم الصلة والارتباط بالله تعالى وليظل محصنا ضد خطفات الشياطين وهمزاتها وغوايات النفس وشرور رفقاء السوء هذا وان الوسطيه لتمثل صمام امان في هذا الدين الحنيف كما يمثل الخروج عليها خروجا على الدين ذاته سواء اكان الخروج الى طرف الافراط ام الى طرف التفريط وضابط الفرق بينهما ان الافراط زياده على ما شرعه الله لعباده والتفريط انتقاص من شريعه الله واحكامه والتشدد والتقصير كلاهما قبيح ومذموم لانهما يمثلان خروجا على الوسط الذي هو العدل ومن يتشدد في دين الله ويغالي في احكامه فيحرم على الناس ما احله الله لهم او يوجب شيئا لم يوجبه الله عليهم ليس باحسن حالا ولا افضل منزله ممن يجرؤ على فتاوى او اراء يزيف بها الدين ويعتدي بها على شريعه الله لقاء منصب او مال او جاه فيحل للناس ما حرم عليهم او يدلس عليهم في احكام الحلال والحرام كلاهما معتد على حرمه الاسلام وكلاهما كذاب يزعم لنفسه حق التشريع في الدين بما لم ياذن به الله وكل محاوله من هذا القبيل افراطا او تفريطا هي في واقع الامر محاوله لتفريغ الاسلام من مضمونه الذي اراده الله تعالى لهذه الامه وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال افعاله واقواله الشريفه وقد ابتلي المسلمون في كل زمان ومكان بشرذمه من هؤلاء وهؤلاء يضللون الشباب بفتاوى وآراء تغري اما بالتفلت من قيود الدين وضوابط الشرع، واما بالتشدد والانغلاق والانسحاب من المجتمع. ولا عاصم من سموم هؤلاء وهؤلاء الا بسؤال اهل الذكر ممن يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وقبل ان نبدا حديثنا في مظاهر الوسطيه في تشريعات الاسلام، نود التذكير بامور او بمسلمات ثلاث. الاولى ان القران الكريم هو المصدر الاول للتشريع وللقواعد الكليه العامه في التشريعات الاقتصاديه والسياسيه للمسلمين حيث ما كانوا وكيفما اختلف بهم الزمان والمكان. وسوف نعلم لاحقا إن شاء الله أن التشريعات القرآنية في هذا المجال الاجتماعي والاقتصادي تتحدث عن خصائص الإطار التشريعي ومنهجه وغايته الأخلاقية، ولا تتحدث عن وقائع فردية أو حادثات جزئية متغيرة تتبدل في أشكالها ونماذجها بفعل التطور وقانون الصيرورة. وهذا الاطار التشريعي العام هو ما يعبر عنه بلغه العصر بثوابت الشريعه كما يعبر عن النماذج المتبدله دوما بالمتغيرات وسنعرف لاحقا ان شاء الله ان احكام القران فيما يتعلق بالجانب الانساني المتبدل وهو جانب المعاملات كلها احكام عامه تسمح بمسايره قانون التغير الذي يحكم حركه الكون بكل ما فيه من انسان وحيوان ونبات المسلمه الثانيه انه لم يرد في القران الكريم ولا في السنه الصحيحه ما يدل من قريب او بعيد على ان تشريعاته موقوته بفتره تاريخيه محدده او بعصر معين من العصور بحيث يكون للمسلمين عذر إذا ما أرادوا التحلل من هذه التشريعات والاستغناء عنها بتشريعات أخرى تنظم لهم مسيرة مجتمعهم أو تحدد لهم طرائق تفكيرهم وأنماط معيشتهم وقد توقف علماؤنا القدامى طويلا عند هذه الخاصة العجيبة للقرآن الكريم وهي خاصة ثبات الأحكام التشريعية و صلاحيتها لكل زمان ومكان رغم تقلبات المجتمعات الانسانيه وتبدلاتها التي لا تكف عن تجاوز القديم الى الحديث والماضي الى الحاضر ونقصد في هذا الموضوع لنبين قليلا ان الان لا يمكن لمجتمع القرن الواحد والعشرين ان يعيش على ما سنه او سنته قوانين الرومان او قوانين اليونان او قوانين الهند او قوانين العرب الى اخره لا يمكن لهذا القرن ان يستدعي هذه القوانين وان يعيش عليها ولكنه يمكن وهو امن تمام الامن مطمئن تمام الاطمئنان الى ان يستدعي قوانين نزلت قبل خمسة عشر قرنا من الزمان ويتمنى أن تضبط مجتمعه هذا الذي يعاني فيه الأمرين من هنا نقول أن هذا ما حمل علمائنا على أن يعدوا الثبات في عين الحركة والتبدل إعجازا من وجوه إعجاز القرآن الكريم الثلاثة التي هي الفصاحة والبلاغة ثم الإخبار بما طواه الغيب في الماضي وبما يضمره في المستقبل ثم هذا الاعجاز الثالث والذي قلنا انه ثابت لكنه يتحرك مع كل زمان ومكان ومعنى الاعجاز هنا هو قيام البرهان العقلي على ان اي ذكاء انساني او اي عقل بشري او اي طاقه من طاقات الانس والجن استطاعت ان تاتي بمثل هذا القران فصاحه او اخبارا عن غيب او تشريعا تراعى فيه مصلحه الناس بمثل ما جاء به القران الكريم وان برهان عجز الانس والجن هو عينه برهان كون هذا الكتاب الكريم هو كلام الله تعالى وان رسوله صلى الله عليه وسلم ليس له فيه من دور الا مجرد تبليغ ما اوحي اليه حرفا حرفا وكلمة كلمة وبيان ذلك يحتاج إلى حديث آخر هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته